النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض الصويا صوص بطريقة جديدة وحصري، والأول مرة ما تعملتش في أي مكان تاني. فتابعوني يا حبايبي كده لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معايا هنعمل الصويا صوص إزاي، وكمان هستخدمها في أعمال الفراخ. فتابعوني يا حبايبي لنهاية الفيديو عشان هستخدمها مع بعض إن شاء الله. فتابعوني كده وشاركوني برأيكم في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على رسول الله كده في التعليقات عشان يبقى صدقة جارية ليا وليكم إن شاء الله. وتابعوني بقى عشان تشوفوا الوصفة الجديدة الحصري، طريقة عبقرية فعلا، فكرة من أفكاري، فأتمنى اللي هي تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب أسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنان ورقي. تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو الأول بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف حبايبي هنستخدم إيه في عمايل الصويا صوص. أنا معايا نص، يعني معايا كمية المية دي المية بالظبط كده 600 جرام من الميه، يعني الازايز اللي على الرخامه الفاضيه ديت بتاعت الصويا صوص يعني قبل كده، فمليها كل ازازه ماليه ازازه واحده 4 مرات، يعني بتعمل معايا 600 جرام من الميه، 600 مللي من الميه. بعد كده بنحط بقى ايه بالنسبه للحاجات اللي انا هستخدمها. هنستخدم 2 معلقه كبيره من بودره الدمجلاس، ليه الكيس ده هو انا جايبه الكيس دوت 40 جرام ب 10 جنيه من السوبر ماركت، سوبر ماركت كبير، لان طبعا بيبقى عنده ممكن يبقى لك فرط يعني جرامات، يعني زي ما انتم شايفين، يعني مش هتلاقيه عند سوبر ماركت صغير وكده، يعني لا السوبر ماركت الكبير فهتلاقي عنده. بالنسبه بقى للبهارات بنستخدم يعني 2 مكعب كده من مرقه الدجاج، معلقه كده صغيره من الزنجبيل البودره، معلقه يعني حوالي برضو معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، وبعد كده هنحط عليهم حوالي معلقة كده، معلقتين من الخل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البصل البودرة، و2 معلقة من الزيت زي ما انتم شايفين. مكونات دي مكونات الصويا صوص، فاحنا بنحط كل حاجة دلوقتي قبل ما نحط الحلة على البوتاجاز. هنقول لكم برضو تاني انا حطيت ايه. يبقى بتجيبي من عند العطار ب10 جنيه بودرة الديميجلاس، دي اللي احنا هنستخدمها في عمايل الصويا صوص، 40 جرام طبعا على حسب ما هيديلك ب10 جنيه قد ايه. يعني احنا طبعا ال 40 جرام بيعملوا معلقتين كبار مليانين، كل معلقه مليانه كده هرميه من بودره الدمجلاس، بنحطها مع 600 مللي من الميه و2 مكعب دجاج، ومعلقه صغيره من الزنجبيل البودره، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقتين من الخل، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من البصل البودره، معلقتين من الزيت. بتحطي كل الحاجات ديت على بعضيها على الميه، وتحطي الحله على البوتاجاز وبالكبشه الكبيره كده اهوت، وبتقلبيها لحد ما تبدا اللي ايه طبعا تلاقي القوام هيوصل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عماله بقلب فيها لحد ما تغلي كده اهوت، ونتابع مع بعض اهي. بصوا اللون حتى بتاعها اللون عطى اغماق شويه ازاي لما بدات اللي هي تستوي، لان هي بودره الديميجلاس بيبقى داخلها التركيبه بتاعتها يعني بيبقى داخلها نشا، فهتلاحظوا القوام تقل حبه صغيرين، بس طبعا معلقتين الخل اللي انا بضيفه ما بيخلوش القوام يبقى تقيل، يعني بيخليه سايق. لا ده دور النشا، في دور الخل في الوصفه يعني.
بس طبعا الخل طبعا اساسي والسكر اساسي. فطبعا المكونات اللي انا حطاها في الوصفه النهارده دي كلها اساسيه. طبعا الطريقه ديت جميله جدا جدا. لو انت عايزه صويا صوص حلوه فالطعم بتاعها يكون حلو، فبتكتري السكر، ممكن تحطي بدل معلقه سكر واحده. فانا عاملاها دي الطريقه المظبوطه لعمل الصويا صوص. عايزه صويا صوص حلوه، لان في صويا صوص حلوه بتتباع يعني، فممكن انت تحطي معلقتين سكر او 3 معالق من السكر فبراحتك. فانا عاملاها لك بالطريقه الايه زي اللي انت بتجيبيها من السوبر ماركت، اللي هي مش الصويا صوص الحلوه اللي هي العاديه يعني. كده بقت جاهزة معايا. فالمفروض ان انت بتسيبيها لحد ما تبرق ده، وبعد كده بتعبيها في الازايز. طيب انا دلوقتي لو انت عايزة تحتفظي بيها مثلا في التلاجة من تحت، فبتسيبيها تبرد وتعبيها في الازايز وبس. بس طبعا بتقعد معاكي لمدة اسبوع في التلاجة من تحت. ما انا مش هنعمل الكمية ديت ونحطها في التلاجة من تحت وبعد اسبوع يعني اتخلص منها يعني، لا. فانا هعبي الازاز بس عشان تشوفوها كاملة وتشوفوا معايا هتطلع معايا قد ايه. وبعد كده طبعا لو انا عايزة احتفظ بيها في الفريزر، فلازم الازازة ما تكونش مليانة لاخرها، تكون الازازة ناقصة. فدي هوريها لكم في نهاية الفيديو، اللي طبعا لما انقص منها وهستخدم من الصويا صوص ديت. وبعد ما اعبيها وتشوفوا الكمية معايا في الازاز هتطلع قد ايه، هنستخدمها مع بعض دلوقتي وهنعمل منها فراخ مشوية جميلة جدا. فيديو الفراخ انا بنزل لكم برضو بعد كده لوحده، فبس انا حبيت ان انا احط لكم المقطع ده عشان تشوفوا معايا استخدامات الصويا صوص مع الفراخ المشويه. بنعبي بقى كده الصويا صوص في الازايز وهنتابع مع بعض ايه حبايبي. كده انا عبيتهم كده وطلعوا معايا الـ4 ازايز، لان انا كنت معايره قلت لكم كنت واخده ازازه فاضيه من دي وعايرتها 4 مرات، لان الازازه ديت بتبقى بتاخد 150 مللي من الصويا صوص، فيعني الازازتين بيعملوا 300 مللي، فالـ4 ازايز بيعملوا 600 مللي، فانا عايرت 600 مللي من الميه اللي انا استخدمتهم. نقعد بقى ايه يعني، انا بظبط بقى ايه فيهم كده اهوت. وده كده الصويا صوص بعد ما عبيتها في الازايز، ودي كده الكميه اللي طلعت معايا. لو انت طبعا لو انت هتعملي كميه زي اللي انا عاملاها، فيفضل ان انت تحتفظي بيها في الفريزر، هتقعد معاكي لمده سنه من غير ما يجرى لها اي حاجه خالص. بس في الفريزر بتنقصي الازازه شويه. فانا هاخد بقى ايه من ازازه دلوقتي، هناخد ربع فنجان. لا، والربع فنجان ده هو اللي انا هستخدمه معاكم في الفراخ المشويه. بس تعالوا بينا نقرب لكم بس الكاميرا كده عشان اوريكم شكل الصويا صوص. طريقه جديده حصري والاول مره على اليوتيوب، ما حدش عمل الطريقه دي قبل كده، فاتمنى ان انتم تجربوها. هنا بقى ايه، جبت بقى ايه فرخه عشان اشويها، ومعايا طماطمايه طبعا وبحط بصلايه وزي ما انتم شايفين. وبعد كده بنحط يعني 3/4 كوباية مية وربع ربع فنجان من الصويا صوص، وبنحط معلقتين كده من الخل ومعلقتين من الزيت. وطبعا حطيت البهارات، حابة انزلها لكم بشرح تاني برضو لوحده وتفهموها اكتر برضه. طبعا بستخدمها بقى ايه في تتبيله الفراخ المشويه. عايزه ان انت تسيبي الفرخه كامله زي ما هي، عايزه تقطعيها انا هقطعها واحطها في الصينيه، وبعد كده هبدا ان انا انزل عليها بالتتبيله اللي انا عملتها. زي ما انتم شايفين، بعد طبعا الفرخه كنت غسلها كويس جدا وقطعتها معاكم، وبعد كده برصها في الصينيه وبفضي عليها خليط التتبيله اللي انا عملتها، وبحطها بقى على البوتاجاز وبسيبها لحد ما تستوي. وبعد كده بدخل الصينيه تحت الشوايه عشان الفراخ تاخد لون، وبتبقى معايا بنفس الشكل كده، وبيبقى طعمها جميل جدا والفراخ مستويه، وبوريكم شكلها طعمها جميل جدا. ودي استخداماتي للصويا صوص.
صوص. هنا بقى ايه، نقصت بقى ايه الازايز تاني، وزعت في الازازه الناقصه، وعشان احتفظ بيهم بقى في الفريزر فبحتفظ بيهم بنفس الشكل. المهم الازازه ما تبقاش كامله، تبقى ناقصه شويه دول زي ما انتم شايفين، لان انا الازازه اللي انا خدت منها ربع فنجان، فرجعت نقصت في كل ازازه منها شويه، ونقصت الازايز عشان احط الازاز دي في الفريزر وتقعد معايا، هتقعد معايا بقى ايه لفترة طويلة، يعني في التلاجة من تحت تقعد معاكي لمدة أسبوع، في الفريزر هتقعد معاكي لمدة سنة كاملة من غير ما يجرى لها أي حاجة، بس تحتفظي بيها وهي بنفس الشكل كده. شكرا، مشاهدة، سلام عليكم.